البطل الذي قاتل أسداً مروعاً هاشم بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه، بينما جيش المسلمين وجيش الفرس يستعدان للمعركة. الفرس قد أحضروا أسداً هائجاً مدرباً على أعلى مستوى للقتال، وبدون سابق إنذار يركض الأسد نحو جيش المسلمين. وفي هذه اللحظة ينفجر الصمت بصوت زهير الأسد، وفي غمرة هذا الصوت المخيف يظهر بين الصفوف رجل يتحلى بقلب أشد من قلب الأسد. يندفع الرجل المسلم الشجاع نحو الأسد وبصدره عزة وإيمان، وفي لحظة تشد الأنفاس يتواجه البطل والوحش، حيث يظهر الأسد بكل قواته وشراسته، ولكنه راوغ بشكل مدهش ونجح في طعنه عدة طعنات حتى قتله. فتملك الرعب من قلوب الفرس كيف سيقاتلون رجالا لا تهاب الأسود.